يوم السبت جمارتسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شانه، وبين برهانه، وأبلج حجته، وبين فضيلته، وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأسقنا بكأسه، وأنفعنا بمحبته. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام، وأجزه عنا أفضل ما جازيت به، ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء، الخارج من الأرض والنازل من السماء، إنك على كل شيء قدير. برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها، وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها، وبكلماتك النافذة فيهم، وأخذك الحق منهم، والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك، ويرجون رحمتك، ويخافون عقابك، أن تجعل النور في بصري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، فصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك،
وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم، وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم، وأن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة. اللهم صل على محمد عدد علمك، وصل على محمد عدد حلمك، وصل على محمد عدد كلماتك، وصل على محمد عدد نعمتك، وصل على محمد عدد فضلك، وصل على محمد عدد جودك، وصل على محمد عدد سماواتك، وصل على محمد عدد أرضك، وصل على محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصل على محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما، وصل على محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة، وصل على محمد عدد القطر والمطر، وصل على محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله، وصل على محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك، وصل على محمد عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك، وصل على محمد عدد الجبال والرمال والحصى، وصل على محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها، وصل على محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها، وصل على محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه، وصل على محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها، وصل على محمد عدد نجوم السماء، وصل على محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك، وصل على محمد عدد النبات والحصى، وصل على محمد عدد النمل، وصل على محمد عدد المياه العذبة، وصل على محمد عدد المياه الملحة، وصل على محمد عدد نعمتك على جميع خلقك، وصل على محمد عدد نقمتك،
وعدا بك على من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فصل على محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة. فصل على محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة. فصل على محمد عدد ما دامت الخلائق في النار. فصل على محمد على قدر ما تحبه وترضاه. فصل على محمد على قدر ما يحبك ويرضاك. فصل على محمد أبد الأبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجاني، أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهبني من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت، وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لآدم شيت ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق ورد يوسف على يعقوب، ويا من كشف البلاء عن أيوب، ويا من رد موسى إلى أمه، ويا زائد الخضر في علمه، ويا من وهب لداود سليمان ولزكريا يحيى ولمريم عيسى، ويا حافظ ابنة شعيب أسألك أن تصلي على محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، ويا من وهب لمحمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتجيب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. فصلى الله على محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما. اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشتغلي بما تكفلتني به ولا تحرمني، وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك.
اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن الخير المقربين منه والواردين عليه، ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه، وفرحنا به في عرصات القيامة، واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤنة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب، واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المحزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك بالأسماء التي دعاك بها آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها الخضر عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها إلياس عليه السلام،
وبالأسماء التي دعاك بها أليس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجميع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والتواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه راية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مضحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم لا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة يوم الأحد فزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصى وكل حجر ومدر خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس
من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد من يصلى عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن تريدنا حوضه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين فهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما أبلج الإسباح وحبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح وانتقلت الرماح وسحت الأجساد والأرواح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.